يعني. طيب هطرح الاسئله سياده العميد بصراحه شديده. هناك اطراف في ليبيا تحمل مصر مسؤوليه الاوضاع في ليبيا ويرون اننا نقف لدعم فصيل بعيني وفصيل اللواء حفتر، وان هذا الدعم ياتي على حساب فكره عوده الدوله واستقرار المعادله السياسيه في وقت من بالتاكيد يعني لاي متابع من مصلحه مصر استقرار الاوضاع وعوده الدوله بقوتها الى ليبيا، لان هذا يعني ان اصبحت هناك مؤسسات تدار ونحن سنستفيد من ذلك الامر. لماذا هذه الفكره التي لدى عدد من الاخوه، مش هقول يعني حجمه ايه، عدد من الاخوه في ليبيا؟ يعني بداية بوجه التحية لحضرتك على الموضوع المهم اللي انت بتطرحيه النهاردة ده مش غريب على حضرتك الحقيقة ولا على برنامجك المميز، وبوجه التحية للضيوف الأعزاء، بتشرف جدا ان انا موجود معاهم الحقيقة. ليه تعليق بس قبل الإجابة على السؤال، على كلمة جاءت في بداية كلام أستاذ محمود. الحقيقة أستاذ محمود بيقول ان ما تم انتاجه فيما بعد 2011 ان ليبيا سقطت في قبضة الفوضى. الحقيقة أنا عندي تصحيح ربما يكون أكثر شمولا شوية، إن تم التخطيط لصناعة الفوضى في ليبيا. يعني هي لم تسقط في ليبيا بشكل عشوائي أو عفوي. الحقيقة كل ما شاهدناه من 2011 وحتى الآن يدل دلالة، يعني في كم من الدلائل الحقيقة التي لا تعد ولا تحصى، اللي هي في البعض منها مستمر لغاية دلوقتي، وده هيجي في سياق الحديث بتاعنا، إن هناك تخطيط محكم وواسع المدى لصناعة الفوضى في ليبيا. الأمر ما كانش منتج على 2011. يعني أستاذ محمود بيحاول يعترض بس يعني لا مش بعترض، أنا عملت إشارة إن الموضوع بدأ في 2006 يعني إسقاط الدولة في ليبيا. أوكي يعني لكن حضرتك بتقول سيادة العميد يقصد أن كان هناك بالمعنى اللي احنا دايما بنستخدمه مؤامرة حقيقية بتخطيط وليس بحركة شعبية خرجت لتغيير نظام حكم أو ما إلى ذلك. يعني يرى أنها أبعد يعني أصبحت حتى التفاصيل متاحة يعني. يعني التفاصيل متاحة والتفاصيل كثيرة والرصاص وجه إلى المفاصل الرئيسية للدولة الليبية هذه الصورة التي أدت لها الحقيقة عن عمد تام علشان نوصل بليبيا إلى هذه السنوات الطويلة اللي هي تكاد تكون يعني بندور في حلقة مفرغة بيتقطع الطريق طوال الوقت على وصول لأي محطة استقرار. صحيح. وهو ده اللي مخليني الحقيقة بقول إن لا، الأمر مخطط والمحطات ورؤية المحطات دي تقول إن إحنا اللي بيحدث في 17 النهاردة هو بدأ فعلا في 11 أو وضع بذوره في 2011. النقطة الثانية اللي أنا عايز بالحقيقة برضو أشير إليها، إن إحنا لو النهاردة اللقاء اللي إحنا حضرتك بتستضيفينا فيه عشان نتحدث عن ليبيا، الحقيقة ليبيا ما هياش بمعزل عما كان يتم التخطيط ليه في منطقة الشمال الإفريقي. الإشارة الخاصة بسيطرة الإسلام السياسي في ليبيا في بعد 2011 الحقيقة ما كانش لا هو بمعزل عما يحدث، بل بالعكس هو كان متناسق ومتوافق تماما مع الجناح الأيسر والجناح الأيمن مع وصول الإخوان في مصر ومع وصول الإخوان في تونس. وكانت المعادلة بتسير وفق هذا النسق في 2011 إن هو الثلاث دول دول يخشوا في مساحة من الفوضى قصيرة، وبعد ذلك يتم السيطرة على الثلاث دول دول بمعادلة واحدة. والحقيقة هم مشتركين حتى اللحظة في ذات المعادلة، يعني ان احنا نتحدث عن مصر وحدها او ليبيا وحدها او تونس وحدها، الحقيقة ده اخلال بهذه المعادلة واخلال بمعادلة الامن القومي اللي حضرتك بتشير ليه. احنا جوه معادلة واحدة شئنا ام ابينا. دي نقطة الحقيقة برضو ربما يعني نتوسع فيها فيما بعد. إجابة سؤال إذن سيناريو الفوضى ليس بأي حال من الأحوال لصالح مصر على أي حال، لابد بالمطلق. ويمكن ده كمان يعزز الفكرة اللي حضرتك بتقولها، فكرة الشمال الأفريقي، لما نجد لجنة ثلاثية مصرية تونسية جزائرية للبحث تحاول محاصرة هذه الفوضى ووجود علاجات ومحاولة خلق علاجات معينة ندخلها للجسم. بس يبدو من 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 أخبار معينة بيتم تداولها، من اتصالات، من تنسيقات، من ربط
من آلة إعلامية تشتغل على تغذية ذلك أيضا، لا نستبعد أيوة. أن هناك دعم كبير من جانب مصر لفصيل حفتر على حساب أنا المعدل. هجاوب طبعا ده سؤال مهم جدا ومتداول بشكل واسع جدا في يعني الرأي العام الليبي والرأي العام غير الليبي حتى بيحاول يكرس هذا المفهوم. حقيقة هذا المفهوم، وأنا هنا يعني هزعم أني أتكلم بالدولة باسم الدولة المصرية، أزعم أني على يعني تماس مباشر مع معظم القرارات ومعظم التوجهات اللي مؤسسات الدولة المصرية بتشتغل عليها، أقدر أقول بالمطلق لا، بالمطلق مصر تدعم الدولة الليبية ولا تدعم طرف على حساب الطرف الآخر. واللي بيذكر هذه المعادلة الحقيقة عنده خلل حتى في طرح المعادلة. المعادلة من الأوفق ومن الأصح ليها إنها تكون معادلة ليبيا واحدة ضد الإرهاب وضد الميليشيات، مش طرفين ليبيين. طرفين ليبيين يبقى أنت بترسخ المفهوم اللي بتحاول تروجه. المعادلة طرفها الأول هو الدولة الليبية بكل مؤسساتها، بقوات مسلحة ليبية وطنية، بجهاز أمني ليبي، ببرلمان ليبي، بحكومة ليبية، بمؤسسات قضائية، بوزارة داخلية ليبية. كل ده مفروض أن يكون في طرف للمعادلة. الطرف الثاني يكون الإرهاب والميليشيات، وهنا يبقى مصر بتدعم مؤسسات الدولة الليبية بكاملها. مصر ما بتدعم اللي بيصنع طرفي المعادلة. الفصل ده موجود؟ الفصل ده مش موجود للأسف لعمق الأزمة بقى، لكن اللي بيطرح مسألة ان مصر بتدعم طرف على حساب طرف آخر هو كده بيرسخ لمعادلة فاسدة. دي المعادلة دي فاسدة تماما. اللي بيقول ان بني غازي معادلة طرف معادلة وطرابلس طرف معادلة، يبقى هو بيرسخ هذا الشكل من أشكال التقسيم اللي مصر بترفضه تماما. بالعكس، مصر بقى عندها دلائل كلامي، مصر عندها دعم كامل لكل الخطوات السياسية اللي بتتم، إن كانت دولية، إن كانت اتفاق السخيرات، إن كان مبعوث دولي، إن كان مبعوث أممي، إن كان مبعوث إقليمي، إن كان في دول الجوار، إن كان في جهود أوروبية. مصر أعطت لكل هذه الأطراف شيك على بياض، أي ما تتفق عليه لصالح الدولة الليبية ستدعمه مصر بكل قوة وبكل مؤسساتها. لكن خلينا يعني نحاول نفسر علشان ما نبقاش بنقول كلام يعني في قدر من المبالغة. لما يكون الأوضاع في ليبيا في ما قبل عملية الكرامة تنذر بأن معادلة الفوضى المصنوعة اللي اتكلمنا عليها، كان يراد لليبيا أن تكون ولاية كولايات داعش اللي موجودة في سوريا والعراق في هذا التوقيت، يبقى مصر لما تشوف ضباط ليبيين وجنرالات ليبيين بيبنوا على جزء من الجيش الليبي، ممن تبقى من الجيش الليبي، وبيحارب علشان ينقذ الدولة الليبية من أن تكون ولاية كولايات داعش، يبقى بالمطلق لازم مصر تدعم هذا الجهد، وكل الشرفاء في الوطن العربي إن كانوا يهمهم صالح ليبيا يدعموا ده. عملية الكرامة ما كانتش القوات المسلحة الليبية بس، لا، ده كان فيها قبائل، وكان فيها شعب، كان فيها مدنيين، وكان فيها أهالي بني غازي وأهالي مدن كتير جدا هتسمعي أسميها دلوقتي من الزملاء الأعزاء، وما أقدر مني يكلموك على خريطة ليبيا. يعني الأمر لم يكن المشير خليفة حفتر، ولا كان الجندي ولا الضابط الليبي الجنسية الليبي الأصل بعيدا عن الميليشيات والمرتزقة وغيره ولا الكلام ده كله. فأما تبقى عملية الكرامة أنقذت ليبيا هذا الشكل من أشكال الإنقاذ، يبقى كل الدنيا لازم تدعم هذه العملية. طيب احنا